حبوبات هي كتمنى من الله تكونوا كاملين بخير على خير وما شفتكم الفيديو اللي كامل طلبته مني وتحت الطلب ديالكم بيان سور. انا اليوم درتو كيف ما شفتوا في العنوان ديال الفيديو اللي هو الفرش للمبتدئات والفرش للبنات اللي كيكونوا عاشقين الماكياج منهم بيان سور فرش قلال اللي فقط البنات المبتدئات غادي يكونوا قلال وغادي يكونوا غير شي شويه حاجه من الحاجه ولكن البنات اللي كيكونوا بيان سور غادي يخدموا بهذا الفرش كيعشقوا بيان سور الماكياج بروفيسيون دونك كيخصهم فرش بزاف. لهذا الفيديو اللي درتو لكم غادي يكون شويه طويل غادي نقسم هذا الفيديو ثلاثة ديال الاجزاء جزء غادي نوري فيه الفرش غير المبتدئات وجزء الاخر غادي نوري كامل الفرش اللي عندي بيان سور غادي نذكر لكم حتى الاثمنه ديالهم من ارخص وحدين حتى الاغلى وحدين عندي. الا كنتو انتريسي بهذا الفيديو كملوا حتى الاخر. كيف ما قلت غادي نبدا في الاول بالفرش اللي كتليق للمبتدئات غادي نوريكم هاد جوج ديال ليكيد الثمن ديالهم ما غاليش بزاف ولكن يصلحوا لاي بنت مبتدئه بغات تبدا الماكياج ديالها. غادي نبدا بهذا لوكيت هذا اللي هو كيجي بحال هذا الشكل هذا بوشيت هذا من مينيسو بنات فاس كاين عندكم في برج فاس مكناس حتى هما حلو كازا حتى هما عندكم في المول كيجي بهذا الشكل هذا هذا كيليق للبشره. اول بانسو هذا كيكون بهذا الشكل هذا فوالا هذا ممكن انكم ديروا به لا بودغ ممكن انكم ديروا به الفراجو ممكن ديروا به اي حاجه بانسو متعدد الاستعمالات يعني بالنسبه للبنات المبتدئات ما غاديش تحتاجوا مليون الف بانسو باش ديروا هاد الحوايج اي حاجه اللي هي بودغ سواء لا بودغ كومباكت سواء لا بودغ ليبر سواء الفراجو بانسو واحد ممكن ديروهم كاملين. هذا راه ديجا استعملته وغسلته لي بول ديالو رطيت طبين ما كيطيحوش وكاين هاد البانسو الثاني اللي في نفس الكيت هاد البانسو الثاني هما كاتبين عليه كما شفتوا انا درت به لا بودغ كنت كندير به لا بودغ هذا من تحت عينيا ها سميتو. هاد البانسو ما داير عليه الفون دو طان انا ما كنظنش انه يليق الفون دو طان الشعر ديالو ما مضغوطش مزيان باش يكون ديال الفون دو طان يعني انا ليقتو ان لا بودغ كنت كندير به لا بودغ من تحت عينيا وكان مزيان. مي بالنسبه للبنات المبتدئات ممكن ديروا به لا بودغ ممكن ديروا به الهايلايت ممكن ديروا به اي حاجه. وفيه هاد البانسو هذا فوالا هذا هو ثالث بانسو كاين في هاد الكيت. هذا بالنسبه للبنات المبتدئات ممكن انكم تستومبيو به يعني الفغا بوبيير من فوق عينيكم. ثلاثه ديال لي بانسو من مينيسو مينيسو فيما قلبتو هادي يمكن ماركه كوريان في هاد الكيت هذا انا كنظن انني ديتو ب 99 درهم. وثاني كيت لي هو هذا هذا ديال رويال تكنيك ولكن ماشي الفري هذا غير الدوزيام بحال هاد الشكل هذا يعني هاد جوج ديال لي كيت الا كانوا عندكم ممكن انكم تستغناو على كلشي هما كافينكم ووافين وزايدين الفوق لانهم بجوج وحدين خاصين للبشره وحدين خاصين للعينين دونك ما غاديش تحتاجوا دي بانسو اخرين. انا غادي نوريكم هاد لي بانسو هادو ديالاش ولاش كيليقوا هذا هاد البانسو هذا الحجبان انا هذا كنطراسي به حجباني هذا هو اللي كنديرو سواء الا بغيت نطراسيهم بلا بودغ ولا بالجيل فهذا احسن واحد لانه كيف ما كتشوفوا مزيان هو مضغوط الشعيرات ديالو يعني مضغوطين مزيان فهو كيجي حاد من الراس يعني الراس ديال الشعيرات ديالو كيجيو مطراسين مزيان وحادين دونك كطراسيو به حجبانكم بلا ما انه كيدير لكم شي فوط. في هذا البانسو هذا كيجي شويه فلوفي كيجيو يعني الشعيره ديالو كمشتتين هذا ممكن انكم تستومبيو به الفغا بوبيير من فوق عينيكم ممكن انكم تضعوا به الفغا بوبيير يعني في الجيف المتحرك فهو لايق مزيان وبزاف للعينين. فيهم هاد البانسو هذا هذا مضغوط جاي دائري كيف ما كتشوفوا فهو كيطلع لا بودغ منه هذا مضغوط جاي دائري فهذا مزيان انكم تستومبيو به يعني الفغا بوبيير اللي كيدار في الكسره ديال الجفن يعني مادام انه مضغوط فكيستومبي مزيان 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 الفغا بوبيير وسورتو الالوان الانتقاليه هذا كيليق بزاف الالوان الانتقاليه يعني بحال بغيتو ديروا الباج. كاين هذا البانسو هذا صغيور يعني الشعيرات ديالو صغيورين وهو يعني صغيور صغيور بزاف بزاف وهذا غادي يليق بزاف الا كنتو بغيتو تحددوا الكسره ديالكم ولا تحددوا الجيف المتحرك ديالكم بالكونسيلر
فهذا غادي يحددوا لكم مزيان. الا درتوا شي غلط يعني الايلاينر فهذا غادي يصحوا. الفرشات اللي كتحببني في هذا الكيت كامل هو هذه الفرشه ديال الايلاينر. فهاد الفرشه هذه غطلع لكم الايلاينر ديالكم محدد مزيان وما غادي ديروا فيه حتى غلطه، انها رقيقه ماشي الفرشات اللي كيكونوا قاصحين وكيصعبوا عليك الرسم ديال الايلاينر. فهادي فليكسيبل، كتمشي اليمين كتمشي اليسار. هاد الفرشه هذه هي اللي عجباني في الكيت كامل. باش غنقول لكم لا كاليتي ديالو زوينه بزاف ما نقدرش نقولها لكم، لان غادي تلاحظوا انني مور ما غسلتهم تفرقوا ما على جوج، تفرقوا على النصفين، دونك الكاليتي ماشي شي حاجه اللي هي مزيانه. ولكن بالنسبه لكاليتي ديال الشعر ديالهم فهما واعرين بزاف، جربتهم كيستومبيو كيهزوا الفارا بوبيير، بزاف ديال الحوايج فيهم زوينين ابار ان الكاليتي ديال الكولا اللي فيهم ما زويناش بزاف. وهذا الكيت هذا كامل كيف ما سبق لي وذكرت فانا بنت مكناس، دونك شريته من سنتر فيل من حمريه، طاح ليا ب 100 درهم. انا بالنسبه ليا هذا راه ماشي غير كيت خاص فقط في المبتدئات، فحتى البنات اللي كيتقنوا الماكياج هذا الكيت هذا غادي ينفعكم، غادي يعجبكم بزاف. ودابا غادي ندوز لي بانسو اللي عندي، غادي نوريكم واحد بواحد ولاش كيليق. اول بانسو طاح في يديا هو لي بانسو اللي كانوا داروا البوز، فانا كنت كنوزع به الفون دو طان، هو زوين كيوزع زوين مي في الاخر ولا كيدير ليا الخطوط، يعني كيدير ليا شريطات ديال الشعيرات ديالو، وكياخذ بزاف ديال الفون دو طان كيدخل فيه، يعني كياكل الفون دو طان. هادشي اللي خلاني انا مابقيتش كندير به، يعني كنظن انهم داروا البوز على والو هاد لي بانسو هادو. البنات اللي كيشوفوهم بزاف في يوتيوب في انستا اكسيتيرا، فهادو دايرين البوز على والو، كياخذوا بزاف الكميه ديال الفون دو طان، ما كاينش علاش كضيعوها غير فيهم، كيشربوهم غير البانسو، دونك ما عجبونيش. صافي حطيتها، شريت غير هادي جربت بها. من بعد كاين هاد البانسو هذا ديال ريل تكنيك، هذا دوريجين، سميتو باودر براش، واعر واعر بزاف، ماشي اول مره غادي تستعملوه. هذا دابا راه عندي عامين، كان جبت لواحد الصديقه ديالي وصيت عليه من نيويورك، اللي كنوجه له التحيه من هنايا. فن فن بزاف، تما جو بونس خاص هنايا لي فوندوز اللي كيجيبوهم كيزيدو فيهم في الثمن. ممكن انك ديري به البودغ الوجه كامل، تحت عينيك، اي بلاصه بغيتي. انا كنستعملو لا بودغ ليبر ولا كومباكت الا كان عقلي ينفعني، وعلى ما كنظن فكان الثمن ديالو يا 25 دولار يا 30 دولار، المهم كان رخص من هنا. يعني فاش قلبت في لي سيت ديال لي فوندوز لقيتهم دايرين له 350 درهم 390 درهم، ف زايده 90 درهم يمكن، مي بون ماشي كلشي عنده صاحبته يعني برا المغرب ولا هذا، سي نورمال بزاف ديال البنات غادي يبغيو يشريوه وغادي يلقاوه غالي. المهم انا اللي عليا قلت لكم الثمن ديالو تما. من بعد عندي هذا البانسو هذا ديال كيكو، فيه جوج ديال الاستعمالات، فهذا ممكن انكم ديروا به الكونتورين، وهذا بانسو ممكن انكم تستومبيو به لانه جاي بحال كابوكي. هذا كان اديسيون ليميتي في كيكو، مي كنظن انه باقي عندهم بحال هاد لي بانسو. من بعد عندي هاد البانسو اللي على شكل بيضه، جاي بحال هكايا بيضاوي، غتكونوا شفتوه بيان سور بزاف عندي في لي فيديو، فكيجيني ساهل بزاف انني نوضع به الفراجو، لان فاش كتوضعو هكا في الفراجو فكيهز غير ديك الكميه اللي خاصك، دونك داكشي علاش كيعجبني بزاف. نقولكم الاسم ديالو بلاش براش، هو ميريل تكنيك حتى هو الفريف، جاني معاه هذا جاوب بجوج. زوين بزاف، الثمن ديالو حتى هو شي 25 دولار ولا 30 دولار. من بعد عندي هاد البانسو هذا، جاي بحال بانسو استومبور ديال فوق العينين، يعني البانسو باش كتستومبي ولكن هو كبير عليه شويه. هذا انا كنت خديته من واحد لا مارك سميتها بريفي من جوميا. عندي هاد البانسو هذا اللي كيجي هكايا بيزوطي، يعني مقطع الجنب، حتى هو من لا مارك بريفي من جوميا، 4 سنين وهو عندي. الا قربت لكم مزيان غادي تلاحظوا بانه بدا كيفقد دوك الشعيره ديالو، بداو كيطيحوا له دوك الشعر ديالو. كنت كنوزع به الفون دو طان، اقسم بالله الا كان واعر ما كيخلي ليش لاطراس ديال الخطوطه، ولا كيقطع ليا الفون دو طان ولا والو، بالعكس كيرد، يعني كيديروا طبقه وحده وخفيفه وما كيشربش بصفه نهائيه الفون دو طان. انا حبس ما بقيتش كنوزع به الفون دو طان لانه فقد الشعيرات ديالو ولا خفيف، يعني ولا كيمتص البرودوي،
كيدخل فيه الداخل. اما من قبل كان مدكس وكان عامر. من بعد غادي نوريكم هذا لوكيت هذا بور لو فيزاج، يعني اللوجه كيصلح لبزاف ديال الحوايج. هو من بوبي براون، كيجيوش فقط غير هادو، فكيجيو حتى معاهم واحد لوكيت خور ديال العينين. هو غادي نوريه لكم من بعد. اول بانسو فيهم فهو كيكون على هذا الشكل. هذا ممكن انكم ديروه لا بودغ. هاد البانسو هذا عنده بزاف ديال الاستعمالات. ممكن الا كنتو كتصاوبوا عينيكم وطاح لكم شويه ديال الفاغابوبيا من تحت عينيكم، ممكن انكم تنقيو به، ممكن انكم ديروا به الهايلايتر. هذا هو كذلك، فهذا الا بغيتو ديروا غير واحد لاطوش خفيفه ديال الهايلايتر في وجهكم، فهذا حتى هو كيجي تقطيعه ديالو مايله. ممكن انكم ديروا به الفراجو، غير هو كيجي خفيف بحال هكا، يعني كديروا به غير واحد لاطوش خفيفه ديال الفراجو. هذا هو كذلك، ممكن انكم تليقوا لا بودغ من تحت عينيكم. وهذا فهذا ممكن انكم ديروا به الكونتورين، فهذا كيجي بيضاوي يعني ومحفر مزيان. ممكن انكم ديروا به الكونتورين اللي كيجي محدد بزاف. من بعد كاين هذه المجموعه هذه اللي ما عندهاش الاسم، تقريبا نفس لي بانسو اللي كاينين في الاخرى. كاينين في هذه، كاين هذا اللي سبق لي وريته لكم، كاين هذا، كاين هذا الشكل، هذا اللي سبق لي وقلت لكم عليه انكم ممكن ديروا به الفراجو، وهذا ديال الهايلايتر. حتى هما كيجي معاهم مجموعه اخرى اللي خاصه بالعينين اللي غادي نوريها لكم دابا. دونك حنا سالينا دابا من المجموعه اللي خاصه بالوجه، دابا ندوزو للمجموعه اللي خاصه بالعينين. غنحاول انني نوريكم لي بانسو اللي هما ما مدوبلينش، لان عندي هنا شويه لي بانسو مدوبلين. غنبدا بهذا البانسو هذا ديال كيكو، والرقم ديالو 56. هاد البانسو هذا البنات كيليق بزاف بزاف انكم تستومبيو به او انكم تدمجوا به الاي شادو ديالكم. واعر واعر لواحد الدرجه ما تصوروهاش، لانني فاشتو اول مره حقرتو، ولكن مر ما جربتو يعني المده ديال عام ونص، فانا كنشكرو وكنقول انه زوين بزاف مقارنه مع الثمن ديالو. فهو كيف ما شفتو هو بيضاوي، وحتى الشعيرات ديالو يعني مفرودين، يعني كيستومبي يعني كيدمج من ديالو. انا كنت عاقل ان البنت جابته ليا، لان هذا كنت كوموديتو، فهو كان طاح عليا ب 75 درهم. ما عرفتش انا بكيكو يعني دي يكون بيان سيغ قل، لان كتاختي البورسونتاج ديالها، دونك غادي يكون قل بزاف. هذا على ما اظن انه شي 4 اورو كيدير. من بعد كاين هذا البانسو اللي داير بهذا الشكل هذا، لا مارك ايكليبس، بنات اللي غيكونوا في تركيا هما عارفينها. فانا فاش مشيت لتركيا دخلت لواحد المحل بالضبط في مارمارا بارك، البنات اللي ساكنين في اسطنبول كاين واحد المحل خاص في المول ديال مارمارا بارك كيبيع فقط لي بانسو. خديت هذا البانسو هذا من عندهم، انا كنظن انه مخدين الشكل ولا كاليتي ديالو ولا التكنيك، وخادمين عليها يعني زوينه بزاف. خديت فقط هذا البانسو هذا غير باش نجربهم، صراحه ما ندمتش. فاش نعاود نرجع ان شاء الله غادي ناخذ من عندهم بزاف ديال لي بانسو. فهما دايرين اسمنه رخيصه وجوده اللي هي عاليه. هذا البانسو هذا خديته فقط باش نستومبي به، الا كنت باغا غير نحدد به يعني العظمه ديال الجفن ديالي، لانه مجموع كيف ما كتشوفوا مدكس، فهو الا دمج كيدمج غير في البلاصه اللي هو فيها. وبما انني ذكرت تركيا، ففي تركيا وفي مارمارا بارك فدخلت الاش ام، شفت عندهم دي بانسو زوينين وعجبني هذا. عجبني عندهم هذا البانسو هذا، فهاد البانسو سميتو كريس بلاندين براش، الصراحه زوين بزاف. حتى هو الثمن ديالو ما كانش غالي بزاف، كان شي 3 ليره وكي استومبي. وفي لوغمار كاين هذا البانسو هذا، خديته هذا ما ننصحكمش به، لان الشعيرات ديالو هما بلاستيك، ما كي استومبي حتى شي حاجه. عييت ما غسلو، درتو في الماء سخون يعني باش يتطلق، ما بغاش لانه بلاستيك، ما بغاش يتحرك من بلاصو، ما كي استومبيش مزيان، ما تضيعوش فيه فلوسكم. غتقدو تلقاوه في لوغمار، دونك نصيحه من عندي ما تاخذوش. انا بعدا ما مليقاه لوالو. من بعد كاين هاد جوج ديال لي بانسو حتى هما كي استومبي بهم، كنت خديتو مع لي بالي ديال نيكيد، صراحه زوينين بزاف. راه دابا 4 سنين هما عندي بجوج. كاين انكم تستعملوا هاد الراس ديالهم، يعني كنتو بغيتو ديروا الفاغابوبيغ من فوق الجيف المتحرك ديالكم اولا تستومبيو بهم. ودابا غادي نوريكم الكماله ديال لي بانسو اللي وريتكم اللي خاصين بالوجه، فهادو هما الكماله ديالهم. لي بانسو اللي خاصين بالعينين غنوريكم واحد بواحد، هما فيهم دي بانسو اللي هما مدوبلين. كاينين هاد لي بانسو بجوج، فهذا كيليق انك تمشطي به يعني الحاجب ديالك، نفس الشيء هذا، غير هاد الجهه الثانيه ديالو ممكن الا كنتي درتي شي ماسكارا يعني والشفار ديالك تلاصقوا، فممكن بهذا انك تفرقيهم يعني تمشطي الشفار ديالك. كاين هاد البانسو هذا كيجي مربع والشعر ديالو يعني مضغوط مزيان، فهذا ممكن الا كنتي كتصاوبي عينك وخرجتي على الاطار ديال العين ديالك ممكن انك تصلحي به، ديري شويه ديال الكونسيلر ودوزي خط
هاد البانسو هذا حتى هو ممكن انك توزعي به الفارا بوبيير من فوق عينيك. كاين هذا كيليق للبنات المبتدئات الا كنتو باغين تصاوبي به الايلاينر، فهذا زوين بزاف. كاين هادو بجوج، هادو كيتشابهوا بزاف الا كنتو بغيتو تصاوبوا واحد النوع ديال الماكياج وديروا ديك الكات اي، فهذا كتوزعوا به اللون الانتقالي، يعني اللون الاول اللي كيتوضع للعينين. من بعد كاينين هاد جوج ديال لي بانسو، هاد البانسو هذا كيسهل بزاف على البنات المبتدئات، فهو كيسهل بزاف على البنات المبتدئات انهم يرسموا الايلينر ديالهم، وممكن انه به انكم تراسيو الحجبان ديالكم. وكاينين هاد الشكل هادو ديال لي بانسو، وهادو حتى هما، فبهادو ممكن انكم تحددوا العين ديالكم او الشكل ديال فارا بوبيير اللي بغيتوا توضعوا على عينيكم. فهادو انا شخصيا كنليقهم انني ندير بهم يعني الاضاءه في المدمع ديال العين ديالي، في المجموعه كامله. هذا ديال الايلاينر تو سامبلومون كيكون رقيق هاد الشكل هذا، ولو كيت الاولاني اللي وريتكم اللي خاص بالوجه فهذا هو الكماله ديالو. هذا هو الكيت الثاني اللي كيجي معاه بيان سور كيكون خاص بالعينين، تقريبا نفس الفراش اللي وريتكم ديال بوبي براون. فهاد الكيت هذا وريتكم النص اللي خاص بالوجه والنص اللي خاص بالعينين، ولكن هما كيجيو مجموعين والثمن ديالهم فقط 180 درهم، يعني 180 درهم فيهم بزاف 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 ديال الفراش ديال الوجه وديال العينين. يعني ممكن انكم ب 180 درهم وفراش اللي هما مزيانين غسلتهم وعاودتهم وغسلتهم وعاودتهم، يعني اكثر من عام ونص هما عندي ما وقع لهم والو. كنصح بهم بزاف البنات اللي ما بغاوش يخسروا فلوسهم في الفراش اللي هما غاليه، يعني على بانسو واحد يخسروا 300 درهم، فممكن 180 درهم تجيبوا كيت اللي هو كبير خاص بالوجه وبالعينين ولا كاليتي ديالو زوينه. هذا هو الكمال ديال المجموعه الاولى، يعني السوداء اللي كانت خاصه بالوجه، فحتى هو نفس الاخر فيه يعني جوج اللي هما خاصين بالحجبان، فيه هاد جوج ديال لي بانسو اللي ممكن انكم توزعوا بهم يعني الفارا بوبيير ديالكم. فيه هاد البانسو هذا اللي كيجي هكا مائل التقطيعه ديالو، فيه هاد البانسو هذا ما كاينش في الاخر، فهو بحال هكا كيجي الشعر ديالو اللي هو شويه مشنتف، فممكن انكم تستومبيو به، حتى هو استومبيت به شحال من مره. فيه هاد البانسو هذا تا هو زوين بزاف الايلاينر. فيه هاد البانسو هذا، فكيف ما قلت لكم لتحديد الشفتين ديالكم، فيه هاد جوج ديال لي بانسو بحال هكايا تيكونوا صغيورين ومشنتف. وبالنسبه للبنات اللي باغيين يشريو فقط بانسو واحد اللي يكون خاص بالايلاينر، فانا كنصحهم بهذا ديال افون كيكون على هذا الشكل. هذا كنضمن لكم انه غادي يرسم لكم الايلاينر ديالكم بلا ما ديروا شي خطا، لانه صغير ومدكس وما كيتحركش كيف ما كتشوفوا، فهو كيتحرك فقط الا ضغطتي عليه. دونك هذا ممكن انكم ترسموا به الايلاينر ديالكم. وكاينين هاد لي بانسو هادو لي بانسو كابوكتو، ممكن انكم تدمجوا بهم الكونتورينغ مع الفراجو باش ما يجيش يعني معيق ويجي كل واحد بوحديتو. هادو ممكن ديروا بهم بزاف ديال الحوايج، انا شاريه جوج. هادو بجوج ماشي ماركه، يعني هادي ب 10 دراهم وهادي ب 5 دراهم، ولكن زوينين بزاف، غسلتهم شحال من مره وموقع لهم حتى شي حاجه. وبالنسبه لهاد المجموعه السوداء كتجي مجموعه مع بعضياتها، الجزء الاول اللي وريتكم ديال الوجه والثاني ديال العينين، فهما بجوج الثمن ديالهم فقط 150 درهم، وفيهم بزاف بزاف ديال لي بانسو اللي غادي ينفعوكم لا للبشره ولا للعينين، الثمن ديالهم اللي هو رخيص والكاليتي ديالهم اللي هو زوينه، لان غسلتهم ما مره ما جوج ما وقع لهم حتى شي حاجه. وفين غادي تلقاو هاد لي بانسو اللي وريتكم؟ فهما غادي تلقاوهم عند مالي الماكياج. ممكن انكم تاخذوا صوره يعني من الفيديو، صوره بتليفونكم وتمشيو عند مول الماكياج وتوريهم له، فهما غادي تلقاوهم عنده 100%. والثمن ديالهم كيف ما قلت لكم، فهذا هو الثمن ديالهم، ممكن تلقاوه مرخص. المهم غادي تلقاوه عند اي مول ماكياج مشيتو. دونك بهكا كنكون ساليت لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال اعجابكم وانكم استفدتوا منه. الا كان عندكم شي اقتراحات غير الفيديوهات الجايه، ما تنساوش انكم تكتبوها ليا في التعليق. تهلاو فراسكم بزاف، مع السلامه.